عسلي انت عملت حاجات ما برضو. بشوفش الكواليس. عملت ايه؟ طب ما تحكي لي عملت ايه. لا يعني مثلا مثلا في العصبيه مثلا الموقفين بتوع حفلتك معروفين والناس كلها اتكلمت عنهم، فده عصبيه، رد فعل عصبي، بالعكس او حد تنس دلوقتي. بالعكس خالص، يعني عندك لحظات بتطلع منك. لا 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 خالص، بالعكس. انا الموقف ده ما كانش، يعني هو لو الموقف لو حقيقي والناس شايفه الموقف كله، هو مش موقف عصبيه، بالعكس. هو موقف ان انا بقول لواحد من المنظمين اللي هم المفروض ان هم يحفظوا النظام، ان هم بيحفظوا النظام، وبتكلم على ان الناس دي من حقها كلها ان انت تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ده. فراحت واخده، اتاخدت في حته مغرضه، واتاخدت وكبرت جدا جدا جدا، واتاخدت اوت اوف كونتكست. اتعملت مغرضه؟ اه 100%. 100%. طب والاندفاع؟ انت مره غيرت على مصر فرديت على فنانه رد متنمر، تنمري على فكره ساعات ما كان، ساعتها ما كانش فيه التنمر والحاجات دي يعني. وبعدين غير على مصر، غير على، لو مش غير على مصر غير على مين؟ وبالعكس انا رديت رد ان هو انا بالنسبه لي واعتذرت. بس انا بتكلم عن تركيبه شخصيه عسيلي. انا متهيألي ان انا ما اعتذرتش كمان بجد. اعتذرت، قلت انه يعني صلحتها بطريقه ما، قلت انه انت قبل ما انا شخصيا كده، قبل ما تبقى انا ووالدتي كده يعني. بالزبط. انا مش بتكلم على فكره، انا بتكلم ان انت حد بيهين البلد. يعني فانا بالنسبه لي ده مش اندفاع، بالعكس دي حاجه انا بفكر، عارف انا قلتها كويس قوي ليه، وعارف انا قلتها ليه، وما عنديش اي ندم عليها خالص، بالعكس. وانا اقرع وقصير يعني، فاهم؟ مش ساعتها برضو، ساعتها قلت كده برضو، قلت حاجه كده. ايوه يعني قلت حاجه شبه دي خالص. لا بالعكس، انا مش من النوع اللي هو بندفع، مش عارف انا بقول، عمري ما ببقى مش عارف انا بقول ايه. انا مش بني ادم غلط، مش شخصيتي. مش اللي هتعصب اقول اي كلام. لا بالعكس خالص خالص، مش اللي ممكن تفلت منك في لحظه عصبيه. نيفر. لا 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 نيفر. وحتى لما حتى بتعصب انا ما بحبش اجرح حد. قلت انه وانت بتغني في حفله بتقرا شفايف الناس، دي حقيقه. وفي الافراح، في الافراح بالذات، لان الافراح بيبقى الناس قريبين مني، بيبقوا وبيبقوا اقل من اللي في الحفله. ايوه، فبقرا الشفايف. ازاي بتعمل كده وازاي بتركز في الغنى وانت بتقرا شفايف الناس؟ عادي. لا بس ما اكيد مش هقرا شفايف كل الناس، بس يعني بيبقى في وسط ال، في وسط البرفورمانس ممكن اقرا الشفايف. اوكي. وبعرف وبفهم شويه في الـ في الـ في, الـ في البادي لانجوج. فببقى بتبقى لذيذه يعني، بتبقى فن. عن صراعاتك في شغلك. أيوة. او في محيط شغلك مثلا. أيوة. ازاي حد يعني انت عسيلي بدات بلون جديد. أيوة. بلون مختلف. مزبوط. هو لونك لوحدك. مزبوط. وزي ما كنا بنقول انت اول حاجه عملتها اغنيه مجنونه، كان بالنسبه للناس وقتها مطرب طالع بستايل جديد بشكل جديد باغنيه جديده، كل حاجه مترقعه. مظبوط. تمام. ازاي انت النهارده ممكن مثلا تقول على لون من الاغاني ما هو ده لون مش حلو، او ده لون هيبقى موضه قديمه، او ده لون موضه وهتروح، او على فكره انت مثلا قلت كده على المهرجانات والراب. لا ما قلتش كده على الراب، بالعكس. المهرجانات والراب بجد؟ اه. لا انا ما قلتش ان دي حاجه يعني، لا خلي بالك ان انا قلت ايه. انا بتكلم على انه في الوان معينه من من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن، كل انواع الفن. واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول. و فانا ما عنديش، وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا. وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا. وردوا. انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات، بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه. وعلى فكره انا ابني بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه. ده بجد، بس انا فعلا عمري ما سمعته. مش تقليلا ليه، بالعكس يعني. ولو انا تقليلا ليه هقول ان هو نمره واحد على كل المنصات. ده بجد هو رقم واحد على كل المنصات، والجيل الصغير كله 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 بمختلف الطبقات بيسمعوا، وبيسمعوا الناس اللي شبهه وما يعرفوش اغانينا احنا. انا بتكلم على اللون، لو اللون مش حقيقي، لو اللون مبني على الفرقعه. الفرقعه بتبقى زي ما بيقولوا تبقى لحظيه وترند وبيختفي. انت شايف المهرجانات جزء كبير منها فرقعه؟ ده بالعكس، المهرجانات عامه ده لون جديد ولون مصري اصيل، خلي بالك. ايوه، وحاجه ده اللي بقصده. لون مصري اصيل وحاجه بتاعتنا قوي وبتاعت الشارع قوي قوي. ده اللي بقصده. الفكره ايه؟ ان انت لو فضلت تكرر نفس اللي انت بتقوله كل مره خلاص بنفس الطريقه بنفس يلا الشكل. دور على افكار مختلفه، اعمل على اعمل حاجات جديده عشان تقدر ان انت تحافظ على فنك ده، انه يبقى فن. وخلي بالك انا قلت في الراب كمان، قلت اللي لازم اللي هيعرف يكمل هو اللي هيكمل، ان هو يفضل يبقى مختلف. والمهرجانات نفس القصه، والفن كله نفس القصه. الحاجه اللي هتفرقع شويه
الحاجة اللي هي مش جاية من جواك. فأنت ممكن أنت تبقى في أول مشوارك كنت بتعمل حاجات طالعة من جواك. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.